إسكو، مارسيلو إسكو، إسكو إلى الأمام، الرأسية ممكن تنحط، ممكن تنحط، انحطت ولكن اصطدت. مطالبة بضربة جزاء، لا مودريتش خلص، تقدم مودريتش وكريستيانو ماخذ المكان، ممكن يتقدم، ممكن يتقدم، يتقدم، ممكن التسديد، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. شنو اللي صار؟ مباريات الدوري الانطلاق، اشوف اسكو حول في الجهة اليمنى على اساس ينقلها الى داني كارفاخال. الله، التسديدة على الطاير حلوة من لوكا مودريتش. دائما شوف الريال يلعب بهذا الشكل تشعر، سواء امام ريال بيتيس او امام الكبار. الان مشواره في الليغا ومحاولة مع بداية المباراة، كرة في غاية، الله الله الله، حلوة حلوة اللعب، جول، الله الله الله. مستمرة محاولة ريال بيتيس على اساس تعود من جديد لرويز اللي حاول انه يتقدم، كرة تصطاد، ما راضي تدخل، ما راضي تدخل في مرمى ريال مدريد، تضيع على ريال بيتيس. الكرة الخطيرة جدا مع بداية هذه المباراة، شبه بشخص اعرفه، بتجي اللقطة عليه مرة أخرى، كيكا ستيان مدرب فريق ريال بيتيس، التسديدة من كريستيانو، أول تسديدة من كريستيانو، وسط تقدم مدافعي الريال، التسديدة، ولكن الحارس ينقذ الموقف. ريال بيتيس عند الدقيقة الثالثة، ريال بيتيس عند الدقيقة 33، قد مودريتش يسيطر، حلوة 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 حلوة، البينية تنحط، ولكن حلوة أيضا من حارس المرمى. شوف شوف سرعة التصرف وسرعة البديع الحاضرة عند مودريتش وعند إسكو، سريعة جدا، لاحظ 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 النقلة البينية السريعة جدا، ولاحظ مباشرة تصرف لريال بيتيس. إسكو يتقدم وأمام ثلاثة، وصلت في الجهة اليسرى إلى كريستيانو، كريستيانو يسدد، يتغير اتجاه الكرة، تحولت إلى ضربة ركنية لمصلحة ريال. جاريث بيل يفكر، كريستيانو يعني أربع مباريات 12 نقطة، وأمام جاريث بيل وكريستيانو رونالدو ماخذ المكان، بيل إلى، الله الله الله، والله صح يا بيل، والله غلط يا كريستيانو، جاريث بيل صح، لعبها مباشرة من اللمس الوحيدة، جزاء خلاص، ما ضربة جزاء، لكن الكرة الخطيرة، يمكن الجول الأول، يمكن الجول الأول، انفراد، تسديدة. فرانسيس لاعب شاب صغير وجد نفسه أنه ممكن ينفرد، كان يتقدم ويلعبها، تصطد وتحول، التسديدة، ولكنها تصطد إلى خارج أرضية الملعب. ضغط رهيب، كريستيانو رونالدو وربعه يسيطرون على أجواء المباراة. في الأول في سانتياغو برنابيو، التسديدة من توني كروس، لكنها إلى خارج أرضية الملعب. تأتي الضربة الركنية وكثرة دقي في تشل الحام، بس ما أدري متى بينفجر الحام. العدي على خير، ولكن بوجود أسنسيو ممكن كل شيء. لا، مو براكبة، مو براكبة مع كريستيانو، حولوا له كرات في الشوط الأول، حولوا له كرات في الشوط الثاني، أخرت هذه التحويل الجميل جدا من ماركو أسنسيو، لكن